الحقيقة أنا سعيد جدا جدا إن أنا يعني أتيحت لي الفرصة إن أنا أعمل presentation يعني على واحد من أفضل وأروع المشاريع اللي اشتغلنا عليها. يعني أعمال أب كده لو عايزين نديله brief كده يعني introduction بسيط عنه. هو عبارة عن application chat ولكن هو business oriented, بمعنى ان احنا ممكن نقول كده عليه ببساطة ان هو عبارة عن combination ما بين الواتساب بكل المزايا اللي فيه بتاعت التواصل اللي هو التواصل المباشر والوصول المباشر, وان هو business oriented زي حاجة زي LinkedIn. لو ممكن ندخل شوية بعض المزايا اللي بيوفرها. انا خلينا اقول لكم اوضح لكم الاول الاستراكشر بتاع الابليكيشن. الابليكيشن مبدئيا هو الواحد لما يعمل ريجستريشن في الاب, انا دلوقتي اقول كده حاجه بريف لان احنا اصلا عندنا ديمو بعد شويه بعد ما اخلص ان شاء الله البرزنتيشن, هي فيه زي ديمو كده خفيف. الاستراكشر بتاع الابليكيشن هو عباره ان كل واحد ما بيعمل ريجستريشن بيضيف البلد اللي بيوبريت فيها, مثلا فلنقل مصر, بيضيفها وبعد كده هي عباره عن مجموعات كتير, كل مجموعه عباره عن بلد, كل مجموعه فيها مجموعات صغيره, فهي عباره عن مجموعه من المجموعات اللي داخله مجموعه من المجموعات. كل مجموعه من المجموعات الصغيره ديت هي عباره عن ممكن نقول دومين او مساحه عمل. فلنقل مثلا الناس اللي بتشتغل في الملابس, ملابس الاطفال, ناس اللي بتشتغل مثلا في سيكتورات كبيره قوي مثلا زي طاقه, زراعه, الكلام ده كله هيكون مقسم بشكل واضح وشكل لطيف وسلس. خلينا نقول يعني اهم الفيتشرز اللي موجوده في الابلكيشن. الفيتشر الاولى اللي هي البيزنس تشات يعني, ودي خلينا نقول الفيتشر الاولى والثانيه ان هي بكل سهوله انت تقدر فعلا اي واحد يوصل لاي رجل اعمال موجود في اي مكان بطريقه سهله ومبسطه ولطيفه جدا, ان هو ممكن يكتب اسمه, ممكن يعمل فلتر ان هو يدور مثلا على الناس اللي بتشتغل في الحته الفلانيه في الدومين الفلاني ويلاقيهم ويتواصل معهم بشكل مباشر جدا. شير نيدز, ودي ممكن تكون من اهم الحاجات يعني اللي بتواجهها اي رجل اعمال, ان هو بيكون عنده احتياج معين لشيء مثلا معين, سواء توظيف سواء حاجات معينه في الشغل يعني بتاعه. فهو مثلا يعني على سبيل المثال اكبر بلاتفورم دلوقتي موجود للبزنس هو لينكدين, لكن دلوقتي لما الواحد يجي ويحط حاجه على لينكدين يعني في الزحمه اللي موجوده, ولان كل واحد اصلا من الكونكشنز اللي عنده بينشر حاجه في متعلقه بالباك جراوند بتاعه, متعلقه بالشغل بتاعه, ففعلا مفيش حاجه محدده للشخص للنيد المطلوب, هتكوت ويعني واتش ار كلام اتش ار فالدنيا فعلا لو واحد نزل النيد ولو كان النيد دوت فعلا محتاجه بشكل ايميديت يعني هيلاقي ان الدنيا راحت خالص يعني. لكن هنا بقى على العكس, انت دلوقتي عندك جروب انت داخل جواه يعني في المكان اللي بتشتغل فيه في الحته اللي انت بتشتغل فيها, تقدر تحط النيد بتاعك على طول ويجي لك ريسبونسز يعني بشكل على طول يعني مباشر, فالعمليه بتكون اسهل واسرع بكتير جدا. نيو اوبورتيونيتيز لو لفيت الترابيزه, انت لو كل واحد فعلا عنده نيد حط النيد دوت والناس اللي موجوده فعلا هتلاقي اوبورتيونيتيز جديده فعلا كل يوم. ناس بتطلب حاجات وناس بتستقبل العروض وبتشتغل فيها, فهتعمل بيها متكامله لاداره البيزنس بتاعك. طيب لو دخلنا كده بشكل ايه المشاكل اللي حلتها اعمال, ايه المشاكل اللي التطبيق حله, في عندنا اربع مشاكل اساسيه يعني اكاد اجزم يعني ان الكل دخل فيها في الحوارات دي. يعني اول حاجه الانترنج نيو ماركتس, يعني بشكل عام الماركت مثلا الناس اللي جايه في تركيا ظن يعني انه الماركت بالنسبه لهم ماركت جديد, سواء الناس اللي عندها خبره او الناس اللي ما عندهاش خبره, الاثنين تعبوا يعني في الاول وفي الاخر دي حاجه جديده يعني هتعمل في ايه, هتجيب ايه, هتجيب ازاي, هتعمل ايه, هتسجل ايه والكلام ده كله. ففعلا يعني لو مثلا تخيل كده بقى لو كان الاب دوت مثلا نفسه موجود يعني قبل كده, انا بكل بساطه هروح على الدوله اللي انا هعمل فيها الاوبريشن وهخش على القسم بتاع الجروب, يا جماعه ازاي اعمل كده, يا جماعه وجهوني, قولوا لي اعمل ايه,
اسجل ازاي وما الى ذلك. الحاجه الثانيه الايميديت بزنس اوبورتيونيتيز، يعني ده ممكن نضرب كده مثال سريع، يعني الحاجات مثلا كونتينر جه والكونتينر ده اتحجز عليه ولا اي حاجه وانت جات لك الفرصه دي، والناس عارفه طبعا ان الفرص دي ما بتقعدش، يعني هي كان ايه هنعمل ايه؟ هنزل على لينكدين؟ طيب هتنزل على لينكدين هيجي لك الريسبونس امتى؟ بعد اصلا هتكون الاوبورتيونيتي راحت وخلصت وانت لسه الواحد بينادي وبيحاول يجيبه، ما فيش حاجه بتحصل. لكن لو انت بقى عارف توجه، تدخل هو جروب تدخل عليه هتقول للناس والله يا جماعه انا محتاج 1 2 3 4، يجي لك ريسبونسز كتيره على طول ايميديت، فتقدر فعلا تتعامل مع البيزنس. وده طبعا من اكتر الحاجات المنتشره هنا في تركيا، انه واحد يكون بيشتغل في حاجه ويجي له اصلا عرض في حاجه تانية خالص واكتر من الشغل اللي هو بيشتغله كمان، يعني وما بيعرفش يتعامل معاه. لكن ليه الواحد لو جات له اوبورتيونيتي فعلا يكون قادر ان هو يستفيد من الاوبورتيونيتي ويفيد. الحاجه الثالثه اللي هي البيزنس ايمرجنسيز، يعني كل الناس عارفه مثلا لما يكون في ديدلاين والدنيا ضاعت خالص، في مشاكل حصلت، هيعمل ايه؟ لو الواحد حب يعني يتجه في البارتنرشيبس، ولو عنده بارتنرز وكده، هو حاجه من اتنين، يا اما البارتنر كويس جدا وتقيل وشغله حلو ولكن مشغول وانت انت عندك حاله ايمرجنسي هتعمل فيها ايه، هو مش هيقدر يلبيك، يا اما هو مش كواليفايد ان هو يشتغل الشغل دوت، ومع الاسف دي الحالات اللي موجوده يعني. ولكن تخيل برضو نفس الكلام لو انت عندك جروب في هو اصلا بيشتغلوا في نفس الدومين نفس المكان، على طول تنزل بتخلق فرص، الناس بتساعدك وما الى ذلك. الاكسبرت كونسلتيشن، وده قد يكون يعني الاهم قيمه مضافه من الـ من الـ من الابلكيشن، انه انت فعلا يعني زي ما قال الدكتور شريف انه الواحد فعلا من غير توجيه بيضيع، يعني بيتوه، بيصرف كتير، بيتعب. لكن تتخيل فعلا انت لو عايز اي حاجه في اي مجال تقدر تروح لاحسن واحد في المجال دوت، تقدر تسمع نصائح حقيقيه وتوجيهات حقيقيه، والموضوع سهل وبسيط وما فيش فيه التعقيدات الكتيره والكلاكيع الكتيره. ومش شرط يعني حتى لو عايز تسال عن حاجه، عايز لو نرجع تاني النقطه الاولى، عايز تدخل برضو ماركت جديد، تقدر تسال الناس اللي في الماركت دوت والناس تساعدك وما الى ذلك. طيب هنا دي الواجهه الاساسيه اللي اول ما تفتحوا الابلكيشن بتلاقوها، بيبقى فيها طبعا اللي هي يا اما تسجيل الدخول يا اما التسجيل من الاول يعني او الساين اب. بتسجل زي ما قلنا هنا، بتحط الدوله اللي انت بتوبريت فيها، يعني واضح جدا انه مش عارف ده مش كود مصر، ما هو لازم ممكن مختلفين طبعا على حسب الدوله انت زي ما قلنا بتوبريت فيها. فاكتور اوثنتيكيشن، هنا لو هتعمل ريجستريشن من الاول تحط البيانات بتاعتك. دي نقطه مهمه جدا ان هو الواحد عشان برضو يبقى البلاتفورم يبقى فيه مصداقيه وما الى ذلك، فهو انه انت لما تيجي تقدم في دوله معينه او تحت اطار مكان معين، في على كل دوله في مسؤول عن التصديق. يعني انت لما تقدم الطلب بيتم رفض الطلب او الموافقه عليه بناء على المعلومات يعني المرفقه. طيب هنا دي برضو الواجهه العامه بعد التسجيل، في ثلاثه سيكشنز مثلا فوق، لو قلنا الصوره مش واضحه قوي انا عارف، بس هي مثلا في المحادثات الخاصه دي الدايركت، ودي اللي ممكن يكون فيها اللي هي الناس لما لو عايز مثلا حد يوصل لاكسبرت مثلا في حاجه معينه او ياخد كونسلتيشن من حد معين، فعلى طول بيروح للمحادثات الخاصه. في المجموعات دي احنا اللي احنا قلنا فيها اللي هي متقسمه السيكتورز يعني اللي الواحد بيشتغل فيها، وفي عندنا المجموعه الدوليه ديت اللي بتجمع بقى كل الناس اللي موجودين في اطار الدوله، يعني الدوله الواحده. ده شكل المحادثه، يعني زي ما قلنا ان هو الشكل العام موجود فيه كل الطرق مثلا، يعني هو ممكن نقول واخدين الكواليتي بتاعت الواتساب في الموضوع دوت، اللي هو فيه مثلا ارفاق ملفات بجميع الانواع، التواصل بالشكل ده يعني. سكيب. نقطه مهمه جدا، لو ممكن حد يسال طيب لو افرض ما فيش مجموعه في الحاجه اللي انا بشتغل فيها، فدي حلها يعني ان انت بتعمل انشاء جروب جديد، والجروب دوت برضه نفس الفكره، بيتعمل له ان هو بيروح ريكويست للمسؤول عن الدوله
والمسؤول دوت بيعمله فيريفاي، وبعد كده بتكون انت مسؤول عن الـ عن الـ عن الجروب دوت اللي هو بيشتغل في السيكتور ده. طيب ممكن نعمل شويه معلومات هنا. طبعا لو حد عايز يضيف منتج معين هنا الفلترز في البحث، ممكن تعمل فلترز لو بتدور على حاجه معينه، صور، مقاطع فيديو، روابط، صوتيات او ملفات. يعني بشكل عام ده الابلكيشن يعني. ان شاء الله اتفضل. هو المنتج، هل انا بعرف المنتج بتاعي ولا بعرض المنتج للبيع؟ بتعرفه وبتعرضه يعني، بيكون في تعريف وبتعرضه للبيع، ولكن لا مفيش دايركت، بتسال فيه دايركت يعني. يعني هو داخل لمساحه ان انا ببيع منتجات، بتعمل ماركتنج، ممكن تعمل ماركتنج، ممكن تتفق، ولكن مفيش فيه دايركت سيلينج يعني. طيب ده بشكل عام. طبعا الابلكيشن موجود، وفي شويه كده تعديلات في اللمسات يعني، في شويه كده لمسات اخيره ان شاء الله. وان شاء الله هو المفروض بيعرف فعلا كل حاجه هو بيعملها يعني. هو بيعرف بيشتغل في ايه، السيكتورز اللي بيشتغل فيها، عشان برضو لما يجي يوصل للفيريفيكيشن هو يعني لما تتم المقارنه بين المعلومات اللي هو دخلها والحاجه اللي هو طالبها تكون يعني متماثله او متقاربه يعني. ف بيعرف كل حاجه، بيعرف بيشتغل في الشركات. لما تضغط على الشخص يتفتح البروفايل بتاعه طبعا. لما تدخل في تعريفات بالشركات اللي بيشتغل فيها، البرودكتس اللي هو بيعرضها، ممكن حتى السيكتورز اللي بيشتغل فيها، الاكسبرتيز بتاعته في ايه بالظبط، الكلام دوت كله بموجود. هو الابلكيشن حاليا متاح اصلا؟ الابلكيشن دلوقتي موجود، ولكن في شويه تعديلات ان شاء الله خلال الايام الجايه تكون خلصانه على خير يعني. لو دورت عليها الاقيها حاليا؟ ايه؟ مش ليه؟ لا موجود. احنا ممكن احنا ممكن هو لازم الالف يكون عليها همزه اول ما يكون جاهز اسرع الجروب على طول. هو احنا ممكن نبعت ان شاء الله على الجروب اللينكس عشان الناس اللي عايزه تنزله باذن الله. لا حاليا بس بالعربي اقول حاليا بس بالعربي. هو طبعا هو مستهدف الشريحه العربيه يعني، ده استهدافه الاساسي يعني. اي اسئله تانية؟ طيب كده جزاكم الله خيرا. وان شاء الله لو في اي اسئله يعني انا موجود هنا في اي وقت يعني، ان شاء الله اكون جاهز. جزاكم الله خيرا.